اذا ما هو الاقتصاد غير الرسمي انتوا عارفين القاهره كما كل يعني حته فيك يا مصر بتتكلم عن الاقتصاد وما يجري في حياتنا نتيجه كورونا وغيره او غيرها وانه اكل العيش والرزق والمرتب والراتب والاجر دي مساله مش حديث يوم واتنين ده حديث ال 365 يوم في حياتنا لكل واحد فينا وفي كل اسره من اسرنا لكن كمان لما يبقى في ازمه زي كورونا جائحه طائحه في الجميع يبقى الموضوع اهم واخطر واثقل واعنف طب لما يبقى الكلام عن الاقتصاد غير الرسمي يعني ايه الاقتصاد غير الرسمي؟ الاقتصاد غير الرسمي يا سيدي انت عارف العمال اللي انتوا بتشوف بتشوفهم ماسكين اجنة وماسكين فاس ومش عارف ايه وقاعدين على الكوبري منتظرين عربية نقل تاخدهم يروحوا شغلانة عمال ترحيل يعني طيب عارفين الورش الحدادة والنجارة والعمال اللي فيها اللي بقالة واللي بيشتغلوا في البقالة من شباب و ورجال ويبيعوك ويبيعوا لك ويبعتوا البيت ويجولك لك دليفري المطاعم البنات اللي بالالاف اللي شغالين في مصانع الغسل الغزل والمنسوجات وبيقعدوا شغالين ويطلعوا والورديه كده تشوفوا هم طالعين الساعه 3 الظهر عدد كبير طالع من الورشه دي او من المصنع اللي محدش عارفه ده انتوا عارفين في آه آه مأكولات و... وحاجات مقرمشات يعني انت ما تعرفش اسمها خالص اوزو بوزو نوزو والحاجات دي دي موجوده في الريف وفي الصعيد هائله دي بقى لها مصانع مخصوص بيسموها تحت ميدان السلم او وغالبا بتبقى في حوش او في السطح او في البتاع الدور الارضي في لراجل اعمال ريفي على قده كده ومشغل عماله فيه وبيشتغل بال 12 ساعه الورديه وبياخدوا فلوس يعني محدوده جدا وقليله طب اقول لك حاجه عارف الفلاحين طب اقول لك حاجه بص الخلاصه فاكر اغنيه حدوته مصريه اللي هو بيقول فيها محمد منير أه. مين اللي محني لك خضار فلاحين غلاب. مين اللي محني لك عمار عمالك الطياب هما دول يا حبيبي الاقتصاد غير الرسمي يعني ايه الاقتصاد غير الرسمي مره تانية انا عايز بس عايز افزعك واقول لك انه 63% من العماله في مصر اقتصاد غير رسمي 63% خد بالك من الرقم ده كويس خليني اقولك كمان الرسمي ان في حوالي 27 مليون موظف او عامل مصري في القطاع الخاص وفي قرابه من 4 الى 6 مليون موظف وعامل في القطاع الحكومي والعام اللي هو يعني منهم 2 مليون في وزاره التعليم لوحده لكن كمان بقى دولة بيشكلوا 27% بس 37% بس من العماله لانه في 63% من العماله غير رسمي بقول لك عمال المعمار طول شوف كل العماير اللي انت شايفها دي وكل البنى ده وكل ده كل دي عماله غير رسميه يعني ايه برضه يعني ايه اقتصاد غير رسمي وعماله غير رسميه يعني حضرتك لا في عقود ولا في تامينات اجتماعيه ولا في تامينات صحيه ومرتبات واجور على باب الله اه هي دي ما هو الاقتصاد غير الرسمي لما تسال واحد بتشتغل ايه؟ بيقول لك على باب الله. هو بالظبط كده، هو كلنا على باب الله يعني على باب الله وعلى شباك النبي على راي شاعرنا الكبير الاستاذ جمال بخيت. فاللي بيقول على باب الله دول 63% و... س... من العماله المصريه. والغريب والعجيب انه بيشارك في الناتج المحلي الاجمالي في مصر كل اللي بتنتجه مصر كل اللي بت بتطلعه للي ب... ب... بتدور ماله في مصر من 30 الى 40% من الناتج الاجمالي جاي من الاقتصاد غير الرسمي ده جاي من الورش دي جاي من محلات الفول الطعمية جاي من القهاوي واللي شغالين فيها جايه من المصانع الملابس والاغذيه اللي هي غير الرسميه والصغيره والورش دي جايه من فلاحينك الغلابه خصوصا ان في 44% من الاقتصاد غير من العماله غير الرسميه بس في قطاع الزراعي عشان كده الفلاح المصري يعني بص هو يقولك على الارض أو هو عايش في الارض في طمي وطين الارض وتعب الارض وشاء الارض لو أقولك طيب احنا واحنا بس في العالم اللي عندنا اقتصاد غير رسمي يا عم ابراهيم ما العالم كله فيه طبعا العالم فيه كله فيه بس عايز اني عالم يعني عايز نتكلم على اني نقارن بيننا وبين اني عالم نتكلم نقارن بيننا وبين الصومال مثلا ولا نقارن مع احترام لكل الدول يعني ولا نقارن نفسنا بمين لو قارنا نفسنا بالاقتصاد الاعلى مننا واللي نفسنا نبقى زيهم ترك اسمه انجلترا والسويد هتلاقي انجلترا 13% 13.6% اقتصاد غير رسمي هتلاقي السويد 8.9 من عشرة او 8.2 من عشرة اقتصاد غير رسمي لو بتقارن نفسك بمناف... بمنافس حقيقي في عالم الصناعة والتجارة ومنافس وخصم سياسي كمان زي تركيا تركيا 35% طب ده ليه بقى هو ده ليه بقى روسيا 35% تركيا 34% الأردن 44%، البرازيل 46%، الصين 54%، يمكن أقرب حاجة لينا تونس والصين. المصدر طبعاً منظمة العمل الدولية والبنك الدولي وده 2018 حاجة طازة خالص يعني. لكن إحنا في مصر النمو ده حصل نمو كمان في الاقتصاد غير الرسمي ليه؟ كل ما بتحصل ازمات يا جماعه، ازمات زي, زي مثلا كان في ازمه 2008، الازمه الماليه في 2008، ففي شركات تفلس وتوقف وبتاع، في مثلا ازمات اقتصاديه حصلت معانا في 25 يناير وفي 30 يونيو وثورات بقى وحركه مجتمع غير مستقره و و فشركات قفلت وحاجات كده، طيب ومصانع وقفت نفس الحكايه برضو لما بنتكلم على قضيه زي تعويم الجنيه مثلا فكل ده بيحصل ايه بيحصل الاقتصاد الرسمي ينكمش الراجل اللي عامل مصنع كبير مثلا عنده عماله ألف واحد فبيمشي 200 فيهم لو واحد عنده شركه مشغل فيها 50 بيمشي 20 منهم عشان يعرف يكمل دول بيروحوا فين بيقوموا نازلين على الاقتصاد غير الرسمي طول الوقت الاقتصاد غير الرسمي زي شبابنا اللي بيقفوا في البنزينه مثلا تلاقيه معاه بكالوريوس علوم او معاه ليسانس اداب وقف البنزينه. واقف البنزينه ده اقتصاد غير رسمي. انما هو بيعمله بشكل مؤقت لغايه ما يلاقي شغل رسمي. رسمي مش معناه حكومي. معناه رسمي يعني عقود وتامينات صحيه وتامينات اجتماعيه واستقرار ووضوح لمواثيق عمل او ضوابط عمل اه المؤقت ده في الازمات بيبقى هو الكبير والكتير عشان كده زاد. يعني في بعد 2008 الارقام اللي موجوده والدراسه دي كلها اللي انا بتكلم منطلقا من ارقامها دراسه عملها المركز المصري للدراسات الاقتصاديه ومركز عظيم باشراف الدكتوره عبله عبد اللطيف فضله ودراسات اكثر من رائعه واتصور انها موجوده على كل مكاتب المسؤولين المصريين لكن كمان آآ آآ الارقام المركز هنا بتعتمد على التعبئه والاحصاء وده الجهاز الرسمي المهم جدا في مصر للغايه عشان بيعرفنا بلدنا وحياتنا ومجتمعنا وبيعتمد على البنك المركزي المصري بيعتمد على البنك الدولي يعني كل دي في الارقام يعني. لما انا اتوقف عند زي ما أقول لكم احنا بما فيه الاقتصاد غير الرسمي ده بيبقى فيه كمان صاحب الورشه. صاحب المحل يعني الارقام اللي قدامي بتقول ان 44% زي ما قلنا في الزراعه، 24% ورش بقى الحداده والنجاره و ومحلات وبتاع مصانع الاغذيه الصغيره ومصانع اعاده التدوير ودي حاجه كتيره في مصر. اه 41% منهم موظفين لدى الغير بيشتغلوا عند اخرين. 18% هم اصحاب اعمال عامل المشروع ده، والمشروع ده بنتكلم بقى على المصنع التدوير ده مثلا مكلف له بتاع 25,000 جنيه ومشغل عنده 15 واحد كل واحد بياخد تمنمية ألف ده ما ده غير الرسمي 20% بيعملوا لحسابهم فقط هتلاقيه بقى هو اللي هو اللي شغال لوحده في حاجه لوحدها بيبيعها لوحده ياخد الحاجه يعمل مش عارف ايه بلاستيك ويطلع على الرصيف يبيعه اخر النهار اللي هي تيجي البلديه تمشيه دول دول ما هو ما هو وبالمناسبه اكبر امداد للاقتصاد غير الرسمي في مصر قادم من ايه ها قادم من إيه؟ فكر من الصين كل البضايع بقى الصغيره دي انه في كتير قوي الشغل غير رسمي اللي هو مثلا فوانيس رمضان مش عارف ايه العروسه البلاستيك ايه البطه اللي بتقول ايه 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 دي ما كل ده صيني وده اقتصاد غير رسمي بيجيب راجل كونتر من الصين ودي العمال والعمال يقفوا يا اما اللي بيبيع يا اما اللي بيغلف ما هو ده كل ده فالصين بالمناسبه اول ما تحصل اي مشكله في الاقتصاد الصيني تقوم ظهر على طول هنا عند الاقتصاد غير الرسمي عند من 30 ل 40% من الناتج القومي المصري الناتج الاجمالي هنا السؤال حصل ايه مع كورونا لهذا القطاع تعالوا نشوف التقرير ده الاول وبعدين نتكلم عن تداعيات كورونا على الاقتصاد غير الرسمي وبعدين طب ايه الحل والدوله عملت ايه ما في دوله برضو جاهزه ومنتبهه والارقام دي قدامها طب عملت الدولة تعالوا نشوف بعد الفصل